موسم طويل من الانتخابات اللي قررتها اللجنة العليا للانتخابات الداخلية قبل ما تكون مفوضية بإجراء الانتخابات على كل المستويات التنظيمية الموجودة في الحزب في كل المحافظات المعتمدة في الحزب. تقريبا عملنا انتخابات في 12 محافظة في 40 أمانة في معظم الشيخات الموجودة المعتمدة في الحزب، مرورا بالمؤتمر العام وانتخاب 49 عضو لعضوية الهيئة العليا في الحزب وانتخاب مجلس الحكماء الأعلى وانتخاب المفوضية العليا للانتخابات الداخلية. كان آخر خطوة في بناء الحزب التنظيمي كان النهاردة انتخاب المكتب السياسي وأمين صندوق الحزب اللي بيكونوا من الانتخاب من أعضاء الهيئة العليا. كان تقدم للانتخابات على أمانة الصندوق مرشحين، فاز النهاردة مرشح منهم اللي هو الأستاذ ممدوح محمود إبراهيم الشايب، هو أصبح أمين صندوق الحزب. والمكتب السياسي للحزب كان فيه الأربع أعضاء منتخبين، تقدم عليهم 13 مرشح لاختيار أربعة منهم، فاز منهم أستاذ فكري نبيل، محمد أحمد، والدكتور أحمد إسماعيل شكري، أستاذ محمد مدحت مرزوق مندور، والأستاذ محمود جمال أبو النصر. بكده كانت نسبة الحضور النهارده غير مسبوقة تقريبا، إن الحضور للتصويت كان عمل 90.4% من لهم حق التصويت في الهيئة العليا، وده يعتبر رقم كبير بيدينا تفاؤل إن شاء الله. يعني إصرار الناس دي على إنها تحضر عشان تنتخب مكتب سياسي هيكون له مردود على الأداء اللي جوه المكتب السياسي. وبكده انتهت كل الانتخابات الموجودة في كل المؤسسات. والله الحقيقه احنا متعودين على موضوع البلاغات ده، وللعلم بس عشان الناس تبقى عارفه ان اغلب البلاغات دي بتتحفظ لانها ملهاش اي سند قانوني. فلكن احنا بنتابع لو فيها قضيه اللجنه القانونيه هتتابعها. وبس حابين نقول لكم، احنا قلنا في مؤتمر الصحفي اللي فات كان في زملاء انا شايف وشوش حضرت المؤتمر اللي فات، ان احنا كمان مش بس بنعمل كده، لا احنا اللي بيتعرض لينا بالسب والقذف بنحرك ضده قضايا. واحنا اوريدي يعني فعليا حركنا قضايا ضد مجموعه من الصحفيين، اسف المقدمي البرامج، ويعني جاري كمان، لان بعض البرامج الاخرى جاري كمان اتخاذ الاجراءات وتقديم بلاغات وتحريك قضايا ضده. طيب خليني اجاوب على حضرتك بالنسبه للسؤال بعد اجراء الانتخابات والموقف من الانتخابات البرلمانيه. فلو كان ده فيه اي اشاره ان احنا احتماليه القرار يتغير، انا هقول لحضرتك على الاغلب لا. ليه؟ لان خلفيه طريقه اتخاذ القرار جوه الحزب ما اتغيرتش. احنا في مساحه كبيره من التشاركيه بين مختلف الاعضاء، يعني ما فيش قرار بيطلع من مكتب سياسي بمعزل عن بقيه اعضاء الحزب، وده اللي قاد للقرار ده. ده غير ان حيثيات القرار في كتير منها لسه ما اتغيرش، ملوش علاقه بالقانون، القانون ده كان جزء في الموضوع، لكن في الشكل لكن في الموضوع المناخ السياسي ويمكن احنا عبرنا عن ده لسه ما حصلش فيه اي تغيير، وبالتالي احتماليات تغير القرار مش موجوده. ده ردا على السؤال الاول. طيب بشكل عام، واحنا برضو ردينا على السؤال ده قبل كده، ان هل احنا طبعا عارفين ان المشاركه في الانتخابات هي قمه الاداء السياسي، لكن او هي الموسم الهيئات السياسيه المختلفه احزاب وخلافها بتعرض نفسها فيه، لكن ما هوش ده العمل الحزبي. يعني هل الاحزاب المفروض تقفل كل 4 سنين لحد ما تيجي الانتخابات بعدها؟ الحقيقه ده مش حقيقي. فاحنا خليني اعبر عنها بطريقه تانية، نعتبر ان احنا اسسنا نفسنا النهارده وهنشتغل على الانتخابات الجايه ان شاء الله. هنأسس نفسنا كحزب، ولازم نشتغل على العمل المجتمعي وعلى التواصل مع الشارع، وده اللي احنا كنا بنناقشه للعلم في الهيئه العليا دلوقتي. ازاي هيتم التواصل مع الشارع ونبني علاقات مع المواطنين على قضايا تمس احتياجاتهم الاصليه، قضايا الصحه والكهرباء والغاز والقضايا الاقتصاديه المؤثره عليهم والبطاله فرص العمل. هي دي القضايا اللي احنا هنحاول نتلحم فيها بالمواطنين وهنشتغل عليها، وان شاء الله الهيئات الجديده المنتخبه تقدر تطور ده لبرامج على ارض الواقع. بالنسبه للرد على سؤال المؤتمر الاقتصادي، احنا انا عايز بس ااكد على حاجه عشان دي يعني بيحصل لبس عند بعض الناس او بعض الناس اللي بتتابع الحزب واخباره، وانا اتمنى ان انتوا تشيروا اليها يعني في اخباركم. احنا معارضين للنظام، لكننا لسنا معارضين للدولة. اي حاجة هتتحقق فيها صالح البلد احنا نقف معاه. احنا لسنا معارضين للدولة، احنا
جزء من هذه الدولة لكننا معارضين للنظام. وهنا دي مساحة لازم تتفهم، أنا ممكن أكون مختلف مع إدارة في طريقة إدارتها لكن أنا مش مختلف على مصر، مختلف على قيادات لكن أنا مش ممكن أختلف على الجيش، وبالتالي ده لازم يكون واضح. وأنا مش مختلف على قيادات بصفاتها العسكرية عشان برضو تبقى واضح، إحنا مختلفين معاهم في المجال السياسي لما بيروحوا للمجال السياسي بس. فهو ده اللي لازم، وعلى أساسه بتتخذ كل القرارات. يدعم يعني ايه؟ يعني احنا 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 حزب معناش فلوس كتير يعني عشان نساهم في ال في وجهات نظر متباينه. يعني مثلا هناك حزب كحزب النور مثلا على سبيل المثال يعني قال نحن ندعم المؤتمر وحمله لدعم الهند. في وجهات احزاب اخرى يعني انا بتكلم عن طيب اليوم تقف في المنتصف يعني لا احنا احنا يهمنا الاقتصاد يتحسن ويتقدم لصالح المواطن المصري وهو ده هدفنا الحقيقي، لكن احنا شايفين الاليات اللي بتتخذ مش بتوصل لده. احنا عايزين فعلا يحصل نقله اقتصاديه للبلد، لكن هل اللي بيتعمل دلوقتي هو اللي بيؤدي لكده؟ اولا في كتير من المشروعات على خلاف توجهنا الاقتصادي، في احنا 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 بنميل اكتر. شكرا. في كتير من المشروعات بتعتمد على منح مزايا للكيانات الكبرى واصحاب رؤوس الاموال وتركيز الثروه، وده اللي علينا منه في وقت حسني مبارك. كتير من المشروعات المطروحه اللي هي على خلاف توجهنا الاجتماعي والاقتصادي كحزب ينتمي الى اليسار الوسط او الديمقراطيه الاجتماعيه، فاحنا شايفين كمان الاطروحات اللي موجوده عشان تنميه الاقتصاد مخالفه لتوجهنا الاقتصادي. في الاخر بنقول ان احنا مختلفين مع السياسات المطروحه، ده غير بقى حل المجال السياسي كله اللي هو المدخل لحل المشاكل الاقتصاديه. احنا مش هنعرف نحل المشاكل الاقتصاديه دي من غير ما نحل المشاكل السياسيه. المشاكل السياسيه ده اللي احنا نراه كحزب. لكن هتقول لي ان انا نفسي الاقتصاد يعني نفسي ينجح، يا رب ينجح، يا رب نطلع غلط، احنا ما تفرقش معانا، احنا في الاخر بنعمل لمصلحه هذا الوطن. البدايه قبل ما ببني عماره لازم ارمي اساسات، اساسات الاقتصاد هو السياسه، عشان لازم نحط الاساسات الاول، والا هتطلع العماره بدون اساسات وهتنهار. ده اللي احنا بنحذر منه خوفا على المصاريف اللي بتصرف، وخوفا على المجهود اللي بيتبذل، وعلى شحن الناس حوالين حاجه احنا رؤيتنا التي نتمنى ان تكون خاطئه، عشان نبقى واضحين احنا نفسنا ده يبقى غلط والبلد تتقدم، لكن احنا رؤيتنا ان البنى بدون اساس بينهار. اذا كنت انا بقول لحضرتك انا مختلف على الارضيه فاناقش التفاصيل، حضرتك بتقول لي ايه؟ انا ده غير بقى ان انا التفاصيل بقول لك على خلاف توجهي الاجتماعي والاقتصادي. فاحنا ده مسار احنا مش شايفين ان هو، لو احنا موجودين في السلطه كنا هنمشي فيه، كنا هنحسن المناخ السياسي الاول عشان نقدر نبني عليه اقتصاد سليم، هو ده اللي احنا بنقوله. فوجود المؤتمر او عدمه مش هي القضيه، اللي احنا شايفين انها هتفرق تاثير كبير. وزي ما قلت لك تاني واكررها، يا ريت نطلع غلطانين. هو ما فيش يعني مصطلح لغط مش دقيق، احنا في اجراءات وهو كان له مراحل مختلفه. كان احد المراحل دي هو المؤتمر العام، التصويت على البنود المطلوب تعديلها في اللائحه عشان تجرى اجراءات الدمج دي داخل حزب مصر القويه. والحقيقه المؤتمر وافق باغلبيه على الاجراءات، واحنا بصدد تفعيلها انا اصدرت بعد توليتي للامانه العامه مجموعه من القرارات للمحافظات عشان تفعيل اجراءات الدمج واستيعاب الكفاءات اللي موجوده وهي كتير جوه التيار المصري داخل حزب مصر القويه. فالاجراءات ماشيه الحمد لله، واحنا دلوقتي بقى في حزب مصر القويه وانضم له مجموعه اكبر، نتمنى انها تكون اضافه، واحنا عارفين انها ان شاء الله هتكون اضافه قويه.